انت دلوقتي بقيت قريب خلاص من اللعيب المصري عموما، بتشوف المسابقات، بتشوف المواهب، شايف المواهب المصرية ازاي؟ في بعض الحاجات كنت متوقعها وفي حاجات اتاكدت ليا. بالنسبه للاعب المصري مستوى عالي جدا وعلى اعلى مستوى، وممكن ينافس احسن لعيبه في اوروبا من ناحيه المهارات، دي اول حقيقه. وطبعا في حقيقه تانية ان في برضه حاجات نواقص من ناحيه اللياقه البدنيه للعيبه. طب بتشتغل ازاي على النواقص دي؟ طبعا بنحاول نركز اول في عمل اللياقه البدنيه مع اللعيبه. وطبعا الموضوع سهل بالنسبه لتعامله مع المدربين من ناحيه النواحي الفنيه، لكن ان احنا نغير اللياقه البدنيه واسلوب اللياقه البدنيه فده كان شيء يعني صعب شويه.